She said, "Aye." حلوين الثلجات السنة، بس بتعرف حاسسهم كئيبين. البلد كلها كئيبة السنة، لا حدا لعب بهالثلج، لا حدا نزل، عالم ببيوتها، حتى الأولاد اللي كانت تفرح بالثلج وكذا صاروا تحت الثلج هلا. الله يعين هالبلد، شو بده يصير فيها؟ وشو صار ومشي الحال؟ برد خلص، روح خلص نزل. حاجة برد، إذا بردان ننزل، امشي ننزل سوا. لا أنا ماني نازل بقيان. شو بقيان يعني؟ خلص واقف، خلص هاي طلعنا شفنا الثلج حاجة. بدي وقف انطر أنا. شو ناطر؟ ننطر الحالة نشوف آخرتها. يعني بتنطر الحالة بالبيت أحسن ما تنطر هون، يعني تحت أقل شيء بتلاقي بطانية بتقعد تحتها، أطفالك شوي في دروة ما في هواء يعني. لا خلص أنا بدي انطر هون، بدك تنزل نزل. طيب شو بدك تنطر يعني؟ ما فهمت يعني شو الحالة، ليش من هون بدك تنطر؟ اقنعني. وضع البلد يعني، وضع البلد لوين رايح البلد. طيب أوكي تنطر بالبيت يعني، بدك تضل هون عم تنطر؟ ما بدي انطر بالبيت، أنا هون بدي انطر. طيب ليش بدك تنطر هون؟ اقنعني ليش بتركك؟ هلا مو بيقولوا بيدوب الثلج وبيبان المرج؟ ايه انا بدي انطر ليدوب الثلج. شوف الثلج ليكو مليان. ايوه بس يدوب بيبين. اقنعتني اذا هيك. ايه خليك عم تنطر، انا نازل. شو هالشغلة يا عم، رح نتشركل بشريط كمان على يدوب الثلج ويبان المرج. بس الدنيا برد وشكلها ساقعة الدنيا، مطول يدوب الثلج. خلص طفي الكاميرا، شو عم نصور لسه؟